داخل معتقلات الرأي الثلاث مدينة علي هاجر منصور نجاح يوسف، ردا على وزارة الداخلية بعد عرضها لفيديو تمثيل ممنتج لمركز الإصلاح والتأهيل سجن النساء، والذي يركز فيه على مدى توفيرهم بيئة صالحة مليئة بالحقوق والمعاملة الإنسانية. وقد جاء الفيديو بعد توجيهنا عدة نداءات للجهات الحقوقية للتدخل العاجل والسريع لوقف ما نتعرض له من انتهاكات وانتقاما منا بسبب إخراجنا جميع ما نتعرض له من انتهاكات بالداخل، وانتقاما لاستمرار النشاط الحقوقي بالخارج وبالخصوص نشاط حقوقي سيد أحمد الودائي. قد أكد الفيديو المعروض على جزء من الانتهاكات التي نتعرض لها الهدف من وضع الحواجز بداخل الزيارات، ما هو مع عدم وجود أي مخالفة بداخل غرف الزيارة، وقد أدى ذلك إلى امتناعنا عن الزيارات لما له الأثر السلبي على مشاعر أطفالنا وعوائلنا. وعندما تقول الجهات الرسمية أن الاتصالات سارية بشكل طبيعي، إذا لماذا تقلص أيام الاتصال إلى يومين في الأسبوع فقط؟ ولماذا تم إلغاء مكالمة المحامي؟ تم حرماننا من بعض البرامج خصوصا برنامج المشغل وبدون أي سبب، وسمحت لنا مؤخرا بالمشاركة في برنامج ديني وبرنامج رياضي والمثير للتساؤل. هنا هو لماذا مع السماح لنا بالبرنامج الرياضي نمنع من إدخال أحذية رياضية، وهذا جزء بسيط مما نتعرض له من انتهاكات موجودة لنا داخل نحن الثلاث بالخصوص والتضييق المستمر علينا. وعليه نكرر نداءاتنا للتدخل العاجل من قبل الجهات المحايدة من المنظمات الدولية والمقررين وشرفاء العالم لكشف حقيقة ما يحدث بداخل السجن من انتهاكات مستمرة بحقنا.